انت عندك الزمالك والمصري والترجي والصفاقس والرجاء والوداد. لو تقارن لي بين محترفي القوة الجوية ومحترفي الشباب السعودي فنيا كابتن احمد، وانت نجم دولي ولاعب، الكفه منو الاقوى؟ يعني اكيد القيمه الماليه اكيد فارق كبير بين القيمه الماليه ما بين فرق محترفي الشباب وفريق القوى الجويه، لكن القيمه الفنيه انا لدينا ايمان كبير بالقيمه الفنيه اللاعبين يمكن المحترفين، وبالتالي محترفينا من افضل المحترفين هذا الموسم في الدوري العراقي صراحه، ولهم دور كبير. فبالتالي اليوم علي هو منافسه فرديه فرقيه جماعيه داخل الملعب. اليوم من يكون لاعب عندي محترف مدافع راح يكون في صراع تنافسي مع مهاجم محترف، من يكون لاعب وسط امام لاعب وسط، مهاجم امام مدافع، بالتالي تنافسي فردي فرقي جماعي، من يكون يقول كلمته على ارض الملعب اكوستر بغض النظر عن القيمه الماليه او القيمه الفنيه العاليه، العطاء هو من سيحكم التنظيم وتطبيق تعليمات المدرب والانضباط التكتيكي، اعتقد سيقول كلمه. وايضا نعول على ارض العراق وايضا جماهيرنا الحبيبه في كسب الرهان الاول، انا اعتبره رهان لان علي ما اخفيك اثناء القرعه الكل الفرق اللي تلعب دور الاول الكل كان يدعي انه لا يلتقي امام القوى الجويه او امام الشباب، فبالتالي سوء الحظ يمكن وحسن الحظ لكثير من الفرق انه التقوا الجويه مع الشباب، وهو الكل كان يخشى الجويه ويخشى الشباب، وكان قاعد ويانا مدير فريق الوحده الاماراتي. بالتالي انا اشكرك جزيل الشكر.